ميلاد. تتميز كل جوقة بالعروض يلي بتقدمها، كاميرا صباح نغير واكبت عروض جوقة لونا للغناء الجماعي يلي رجع للحضور ذكريات أشهر أغاني الميلاد. يسعد أوقاتكم مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. اليوم نحن متواجدين بكنيسة الصليب لننقل هالأمسية الميلادية اللي حتقدم جوقة لونا للغناء الجماعي. خلونا نتابع مع بعض كيف رح تكون هي أجواء الحفل. لونا الأستاذ حسام بريمو لنحكي شوي عن أجواء التحضيرات للحفل، كيف كانت؟ طلعتوا بخير؟ وانت بخير؟ شوي أستاذ، كيف كانت التحضيرات لهذا الحفل اليوم للأمسية الميلادية؟ القطع نحن بنعرفهم من زمان، نحن آخر أسبوعين بس استعدناهم، يعني عملنا هيك تلميع لهم عن الأجواء. وحبيت كثير سؤالك، نحن وعم نحضر منشحن بفرح كثير حلو، إنه نحن هلأ عنا الحفلة الاعتيادية السنوية تبع الميلاد. هال 120 شخص اللي شفتيهم واقفين هون بكل فرح اسبوعين وبكل نشاط حضروا حالهم مشان يقدروا يقدموا هون شيء حلو. هلا نحن مثل ما بنعرف انه جوقة لونا هي مكونه من 5 جوقات، كيف قدرت اليوم انه تجمع هدول الاعداد بين كبار السن وبين الصغار مع بعض وتعملوا هي التوليفه الحلوه اليوم؟ هلا قد تكون الكلمه لا تصدق على التلفزيون، تقنيا ما في شيء تقني، في شيء وجداني، الحب. الحب والصدق هن اللي بيجمعوا، يعني وقت الكبير والصغير يحسك عم تعملي معه بصدق وحب تلقائيا بيتجاوب، ما بيتردد ابدا، فبس هيك كلمه السر هي الحب. تمام، اليوم كمان شفناكم غنيتوا باكثر من لغه، تحكي لنا شوي شو الاغاني اليوم اللي كانت موجوده وشو لغات اليوم اللي تم استخدامها؟ الحقيقه الميلاد، الحان الميلاد صارت منتشره حول العالم بكل اللغات، ف صح انه نغني الغنيه باكثر من لغه مثل ما بيغنوها الشعوب على سببين. السبب الثاني والاقل اهميه انه نعلم الاولاد عن النطق السليم من خلال لفظ لغات اخرى، لكن السبب الاول والاكثر اهميه هو انه نحن امه منفتحه، نحن امه لا نخشى من الانفتاح، الانفتاح على الاخر يعني غنى، وثقافتنا متينه وقويه وما بنخاف عليها. ولاحظتي غنينا بالسرياني والارامي لغاتنا الاصليه، وغنينا باللغه العربيه لغتنا القويه والحاليه، فنحن ما بيضايقنا ابدا انه نفتح على الانجليزي والالماني واللاتيني والفرنساوي واي شيء بدك اياه، لانه الانفتاح قوه. نحن دائما بنعرف انه اجواء الميلاد بدمشق وبسوريا عموما بتكون غير، كلمه منك او تقلي كيف كان، شو هي رساله اليوم الامسيه الميلاديه كانت بشكل عام؟ صرنا 6 سنين بنوجه نفس الرساله، باقون. اخر شيء كلمه من حضرتك أفراد الجوقة اللي كانوا مشاركين اليوم. حبيباتي أفراد الجوقة،
بحبهم حب كبير، كل واحد فيهم بشوفه بطل كبير. كثير لك كل عام بخير وانت بخير. ساعتين من الوقت تفاعل الجمهور مع الجوقة يلي قدمت ذكريات الميلاد محفورة بالذاكرة. الميلادية يلي قدميتها جوقة لونا للغناء الجماعي بنهاية الأمسية. بنتمنى الخير يا عم على كل الأراضي السورية. من كنيسة الصليب للإخبارية السورية نرمين عمار.